باهي خنزيدو نسمع توا الحوار مع سي زهير مخلوف وتسمعوا الحقائق التي لم نسمعها قبل. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم الكرام. حبينا لو كنت تكون بحذانا في المستير ونفرحوا بيك سي زهير، ما ان شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. باش نبداو الحوار سي زهير، علاش خرجت من هيئة الحقيقة والكرامة؟ هو في الحقيقة منذ الأيام الأولى أنا اكتشفت أنه رئيس الهيئة أرادت أن تحرف مسار العدالة الانتقالية وأن تحرف التعاطي مع العدالة الانتقالية كروح وكمبدأ وكأهداف. لذلك أنا تخوفت من هذه الممارسة وبقينا طيلة سنة كاملة في الأخذ والجذب، واكتشفت أن رئيس الهيئة تريد أن تجعل من الهيئة منطقة للصراع والمواجهة والتنافي مع الدولة ومع السلطة الرسمية. ونحن نعتقد أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تنجزها هيئة الحقيقة والكرامة، وإنما يمكن أن ينجزها الحكم أو الدولة أو السلطة أو الهياكل والهيئات. وإذا وقع التنافي والمواجهة والصراع مع الدولة حينها يمكن أن نفشل في كل مسار العدالة الانتقالية. لذلك حاولنا أن نغير من الداخل وأن نبحث عن سبل لإيجاد حل يمكن أن يكون حلاً إيجابيا يتفاعل مع الأهداف الحقيقية ويحقق الاستحقاقات الرئيسية للعدالة الانتقالية، جبر الضرر، المساءلة والمحاسبة باستعمال الهياكل القضائية، وحفظ الذاكرة بما يحقق يعني حفظ ذاكرة حقيقي بآلية المفاعيل الحقيقية لكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة. ولكن اكتشفنا أنه من الأيام الأولى وقع تفعيل أو توظيف أو استغلال هذا المسار لخدمة أجندات سياسوية ضيقة وللانحراف بالأهداف الحقيقية للعدالة الانتقالية. لذلك بدأ الصراع وبدأت المواجهة مع رئيس الهيئة. وأساساً لما قامت بتلك الفعلة التي تتنافى أصلاً مع حتى المبادئ الأساسية للقانون الأساسي للعدالة الانتقالية عدد 53، وهو السطو على الأرشيف بتلك الطريقة. نحن يمكن أن نتحصل على الأرشيف ولكن على نسخة ليس بتلك الطريقة، ضمن عملية جرد حقيقية وضمن عملية تفاعل حقيقية، ولكن بتلك الطريقة التي يقع فيها السطو. فكانت العملية عملية سطو حقيقية، نحن رفضناها ولذلك بدأ الصراع. وكانت الاستقالة التي أعلنت في جريدة الصباح في 26 أو 23 جانفي في 2015 هي البداية التي صنعت بداية الصراع. ثم بعد 6 أشهر بدأ التنافي والصراع حين بدأت المواجهة مع مجلس نواب الشعب، وأحد الشباب قال سنحرق مجلس نواب الشعب وأشاد بداعش. فأنا أرسلت رسالة رسمية إلى مجلس نواب الشعب احتججت فيها واستنكرت على التوظيف والاستغلال غير المتناغم مع الأهداف الحقيقية. لذلك انتهى الصراع إلى إعفائي من هيئة الحقيقة والكرامة. لما بعثت برابع رسالة إلى مجلس نواب الشعب أكدت فيها أنه وقع انحراف في مسار العدالة الانتقالية. باهي سي زهير، العديد من الملاحظين ومن يتبعوا في نشاط الهيئة يقولوا أن الهيئة هذه والتي مركزة على فترة معينة من تاريخ تونس، معناها وكأنه رئيس تونسي وها وكأنه رئيس الهيئة هذا يرجع للخلفية التي تحملها رئيس الهيئة كما يقول العديد. أنت شو تشوف سي زهير، هل هذا الموقف عنده من الصحة ولو القليل؟ لم أستبع للسؤال في الآخر، فيه يعني عوضة في الاستماع. يعني برشا ناس رجعت انه هيئة الحقيقة والكرامة في الجلسات نتاعها مركزة على فترة معينة من تاريخ تونس دون سواها، معناها وتسائلت الناس يا ترى معناها هذا يرجع الى الخلفية التي تحملها رئيس الهيئة ولا لا؟ هو في الحقيقة اذا اردنا ان نقيم ما تقوم به رئيس هيئة الحقيقة والكرامة نتأكد ان هناك انحراف حتى بالقانون، لان القانون لا يفتح المجال الى حفظ الذاكرة أو حفظ التاريخ أو إعادة مراجعة التاريخ أو كتابة التاريخ. إنما الحقيقة هو أن القانون
يسمح بكشف الحقيقة فيما يخص انتهاكات التي تتعلق بالضحايا. أما حفظ الذاكرة فيتعلق أيضا بكل الانتهاكات وكل ما وقع للضحايا فحسب، ولكن أن يقع إعادة كتابة التاريخ وحفظ الذاكرة فيما يخص التاريخ فهذا من حقيقة انحراف على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وراجعوا كل الفصول التي تهتم بحفظ الذاكرة ستجدونها، أو بكشف الحقيقة ستجدونها متعلقة بشيء واحد اللي هو ما يتعلق بالانتهاكات التي تهم الضحايا في هذا المجال. أما إعادة كتابة التاريخ من منحى آخر فهذا انحراف بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتشجير عمل الهيئة لخدمة أجندات سياسوية لا تتعلق لا بالقانون الأساسي ولا بالمبادئ العدالة الانتقالية.